معايا على الهاتف الدكتور ايمن عش، مدير معهد المحاصيل السكريه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا دكتور ايمن. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. متسامح بيه. النهارده دلوقتي الحاج حسن من البحيره كلمني من النوبريه، قال لي هو انا ينفع ارقع البنجر؟ يعني لو في اماكن فاضيه عندي اعمل فيها شتلات وازرعها؟ لا، هي مش بيتعمل شتلات. هو حضرتك احنا لما بنزرع البنجر احنا بنستنى على اللي هي بنسميها تمام الاثبات. فاحنا بنلاقي الايه النباتات الورقتين الفلقيتين ظهروا في اغلب الايه في اغلب الارض. انا علشان اعمل عمليه الترقيع ديت بنعمل عمليه ترقيع بالبذره. البذره بيتجاب جزء منها بيتنقع لمده 24 ساعه او ليله في الميه لحد ما هتبتدي تلسن، واخد بقى حضرتك؟ بس تكون الميه جاريه، ما تكونش ميه واقفه. يعني في حالتين، ان انا لو عندي مثلا قناه مائيه جاريه بربطهم في سره كده واحطهم الميه بتجري عليهم لحد الثاني يوم، او ان انا بقى ازرع بحطها مثلا تحت الحنفيه او حاجه بحيث ان الميه نازله عليها بالراحه بحيث ان تتغير الميه اول باول. وبعد كده هو بيمشي على الحتت الفاضيه بيعمل جوره ويربط فيها البذرتين اللي هم اللي بقوا جاهزين للانبات ويدفن ثاني، يبقى كده هو بيكمل الايه؟ بيكمل المناطق الفاضيه بتاعته. ممتاز. ده كله بكل بساطه. بكل بساطه. سبب ظهور الاماكن الفاضيه، يعني ده ممكن بيحصل ليه؟ هل خطا في طريقه الزراعه؟ في اجراءات حضرتك ممكن توصي بيها المزارع وهو بيزرع؟ طبعا. احنا من اول تجهيز الارض لازم تجهيز الارض يبقى التسويه والتنعيم بشكل كبير، واخد بحضرتك؟ علشان اقوي الخطوط وعلشان ما يبقاش في عندي الاقيل في الارض. ديت هتعمل لي ايه؟ هتظبط لي عمق الزراعه، لان انا لو عندي الاقيل كبيره انا المفروض ان انا بزرع على عمق 2 سم. واخد بحضرتك؟ فانا لو عندي الاقيل كبيره وجيت احط البذره ممكن تنزل 10 20 سم تحت كمان على حسب الحجم بتاع الالاقيل دي. فطبعا التجهيز بتاع الارض ده مهم جدا. نمره 2 المعامله، يعني انا دايما بنصح المزارع بانه يعمل معامله بمطهرات البذور للبذره بتاعته قبل ما يزرعها، لان بيبقى فيه نسب غياب كبيره بتبقى اللي بنسميها بود قبل الظهور فوق سطح التربه. أيوة. ودوت بيبقى ناتج عن بعض فطريات التربه. فانا لما استخدم المبيدات اللي هي الكاسيات البذور اللي احنا بنستخدمها مع اغلب المحاصيل الحقليه، واخد بال حضرتك؟ ديت بتقلل لي ظهور الاعراض بتاعه موت البذرات ديت وتزود لي الكثافه النباتيه في الحقل. ممتاز. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن عش، مدير معهد المحاصيل السكريه، ودي اجابه على سؤال استاذ حسن من البحيره من النوبريه على ازاي يتعامل مع بعض الاماكن اللي بتظهر فارغه في الارض بعد زراعتها بالبنجر. دكتور ايمن شرح ده ووضحه بالتفصيل.